بشكل عام يعني ماشي مشكل الممارسة الجنسية لا في رمضان ولا خارج رمضان عن المرأة الحامل عادية، بعض الاحتياطات اللي احنا كنوضحوها للنساء يعني لا في يعني هذاك الشيء ما يكونش يكون يعني بواحد الطريقه اللي ما تخلقش مشكل، وكذلك بواحد الوضعيات اللي هي ما فيهاش مشكل، اذا ما كاينش مشكل في هذا الموضوع. هذا الشيء كنشرحوه يعني بشكل واضح للنساء داخل رمضان ولا خارج رمضان. اما شي حالات جات انه مثلا كاين حالات اللي يعني الممارسه الجنسيه تسببت في اجهاض، اذا كانت ممارسه عنيفه وكانت بعض الوضعيات الغير المناسبه فكيمكن تؤدي لولادات عاديه وزعما بزاف الحالات ماشي حالات. لذلك كنعطيو هاد النصائح منذ بدايه الحمل، كنحاولوا نعطيوها للنساء كلهم باش من جهه يعني يستمروا في الممارسه الجنسيه العاديه ديالهم، ومن جهه يتجنبوا يعني بعض الوضعيات وواحد الطرق اللي هي ممكن تؤدي الى نتائج سلبيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.